وللمزيد ينضم إلي من فيرجينيا الأستاذ محمد العالم، الكاتب الصحفي والباحث السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية. أيضا أرحب مجددا بضيفي من القاهرة دكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية. أبدأ معك سيد محمد، يعني هل بالفعل تحقيق السلام في غزة أصعب من لبنان كما صرح بايدن في آخر خطاب له؟ نعم، أهلا بك وبالسادة المشاهدين. نعم، بالتأكيد تحقيق السلام في غزة ستكون عملية صعبة للغاية، لأن حجم الخسائر التي وقعت في غزة كبير جدا، ومدة هذه الحرب طالت، والتعنت الإسرائيلي لازال متواجد. وطالما أن يعني شخصية كشخصية نتنياهو هي المتصدرة للمشهد سواء في إسرائيل أو حتى سيطرتها على السياسة الأمريكية، فبالتأكيد لن يكون هناك أي أمال قريبة للتوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار في قطاع غزة. هناك مساعي إسرائيلية ومطامع فاقت فكرة الوصول إلى الأسرى أو استعادتهم. على سبيل المثال، التواجد يعني الغير واضح للجيش الإسرائيلي في يعني شمال قطاع غزة حاليا، ونواياهم بأن تكون هناك مناطق عازلة بها يعني مناطق عسكرية إسرائيلية، ونواياهم أيضا لاستقطاع أجزاء معينة من قطاع غزة حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. كل هذه الأمور ستصعب عملية التفاوض في الفترات القادمة. وأعتقد أن تصريح الرئيس بايدن ينم على أن الوساطة الأمريكية حتى الآن هي وساطة غير شريفة، بل هي وساطة متواطئة مع الجانب الإسرائيلي وموافقة على ما يفعله نتنياهو، ولا تعبأ بحجم الخسائر في قطاع غزة ولا حجم وتعداد الشهداء الذين سقطوا وأغلبهم من النساء والأطفال في هذا القطاع. نعم، طيب إذا سألنا عن السيناريو أو الذي حرص الإدارة الأمريكية على زيارة أو إرسال بلينكين إلى المنطقة، خاصة بعد اغتيال السنوار بشكل مباشر، يعني تقييمك وتقديرك لهذا الإرسال أو هذه الزيارة؟ نعم، أنا أعتقد أنها ستكون زيارة ضاغطة نوعا ما على الأطراف الوسيطة كمصر وقطر، على أن يكون هناك بعض التواصل مع المقاومة في قطاع غزة فيما بعد السنوار. الاعتقاد السائد الآن عند نتنياهو والولايات المتحدة الأمريكية أن هناك تخبط كبير بين المقاومة، أنه لا توجد رأس تدير الأمور حتى الآن، وبالتالي الوصول إلى فكرة استعادة الأسرى سيكون أسهل نوعا ما. لكني شخصيا لا أعتقد أن هذه الأمور ستكون بهذه السهولة، وأن شخصية كشخصية السنوار من المؤكد أنه يعني كان يحتسب كل الأمور، وأنه فوض يعني شخصية أخرى تدير الأمور في المقاومة الفلسطينية من بعد، خصوصا وأنه قرر بنفسه أن يكون ضمن المقاتلين في العمليات القتلية فوق الأرض في قطاع غزة. وبالتالي أعتقد أن المقاومة الفلسطينية في الفترات القادمة ستنتهي بنهج جديد، وهو عدم الإعلان عن اسم معين حتى لا يتم استهدافه بشخصه، ولكن بالتأكيد أنهم سيستطيعوا أن يديروا عملية المفاوضات. وطالما أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى أماكن الأسرى، فإن إسرائيل لم تستطيع بهذه السهولة أن تفرض كل يعني شروطها. وأما فكرة الحصول لسكان السنوار، فأنا أعتقد أنه سيكون له جدول، أنه في عقيدة المقاومة الفلسطينية نفسها أنه إذا دفن السنوار في قطاع غزة أو دفن في أراضي أخرى في الداخل الإسرائيلي، فإن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية محتلة وليست أراضي إسرائيلية، وبالتالي لن يكون هناك فارق كبير في دفنه في هنا أو هناك، ولن يكون لهذه الأداة جدوى كبيرة في الفترات القادمة. وأعتقد أن المقاومة ربما يعني ستدير الأمور بشكل أفضل في الفترات القادمة، كما عودت الجميع فيما بعد كل اغتيال، لأنه تم اغتيال قيادات عدة على طيلة تاريخ المقاومة الفلسطينية، ولم تتأثر المقاومة في حد ذاتها بعد ذلك.